طريقة تبديل السير لمكنسة بروهيد. في البداية نفك هذا الكبر عن طريق السكرو من هنا. نحاول نفك هذا الكبر بعناية، نحافظ عليه على أساس إنه ما ينكسر، لأنه شوية المكان علق. كذا الطريقة من هنا نبطله، رفعته سهل بسيط جدا. بعدين نفك هذا البلط على أساس إنه نفك هذا الكبر. عندنا سيرين، هذا السير الأول وفي سير نفس الشيء هنا موجود، وفي سير مفترض يكون من هنا إلى هنا اللي هو هذا، هذا اللي راح نركبه من هنا إلى هنا. في البداية راح نفك هذا ونبطل هذا السير على أساس إن نقدر ندخل هذا السير داخل. بعدين نحاول ندخل هذا السير من هنا كذا بالطريقة. نحطه في البكرة الوردية، في بكرة موجودة داخل نحطه كذا. بعدين نجيب سكروب ونسوي بهالطريقة. شوف تحط سكروب كذا. بهذه الطريقة، عذرا لأني أصور بيد وأشتغل بيد، نحاول نعمل له ميزانية. نحط هذا السير في وسط البكرة، وهذا نفس الشيء يكون في الطرف بهذه الطريقة، ما يكون على جدار المكنسة على أساس إنه ما يصير فيه احتكاك. بعدين نرد اللي هو السير السابق بخصوص تركيب الكفر، على أساس أن نرد الكفر هذا مرة ثانية، في موجود اللي هي هذا الانحناء، هذا نحاول قدر المستطاع أن يكون في هذا الشكل. هنا في مكان، شوف هذا الشيء نحطه كذا، طبعا ما راح يبين في الكاميرا، لكن نحاول أن يكون في مكانه الصحيح. راح يركب هو على جانب كذا في البداية.